السلام عليكم. اليوم احنا جربنا مسار جديد اول مره نجي، هو من النبي غيث نزولا حتى منطقه الزرقاء، وادي الزرقاء اللي هو بيعتزموه هنا اهل جمال جناته. طبعا المقطع هذا نصور في مقطع في الطريق عجبنا، منطقه دائمه خضره زي ما انتم شايفين ومليئه بالنباتات. طبعا العيون المياه هذا هنا عندنا اللي هو توت العليق، وفي أشجار. طبعا في بناء قديم، ما بعرف شو قصة هذا البناء، بس المقطع ماشيين فيه كله طبعا انتم شايفين مياه نازلة من عيون. على يميننا وعلى شمالنا منطقة دغل خلينا نسميها متشابكة، صعب تمرق منها. هاي زي ما انتم شايفين هان، طبعا هم حسب البراد نسمة براد جميلة. هاي البناء نحكي عن البناء ممكن ما بعرف يعني يكون اشي للمي او اشي زي هيك، مش عارف شو هو. هذا عندنا هنا انتو شايفينه كله هذا نعنع مائي بيطلع عيون. هسه حندخل على منطقة كلها قصب بوص، انتو شايفين وجود القصب بهذا الكثافة يدل على ان المنطقة غنية بالمياه. طبعا منطقة رائعة جدا أول مرة نجيها، بس منطقة حلوة وكأنك أنت حاليا ماشي في أحد الغابات، غابات القصب. تطلع منطقة كلها يعني أول مرة بجيها، بس رائعة جدا. يلا جايك ها. ف يعني المنطقة نصها واحد يجيها كلها عيون من عند النبي غيث نزولا حتى وادي الزرقاء. احنا طبعا اجيناها ذهابا وايابا، يعني في اتوقع المي في الاعلى بس ما بعرف وين بتوصل. هذه كلها مقطع، هاي القصب شايفين كيف يعني قصب بشكل كثيف موجود هنا. هنا في عين مي بتنزل من هسه. هاي شجرة زيتون ضخمة جدا جدا جدا، ويعطيكم العافية.